عاملين ايه؟ سألتكم من كام يوم او في الفيديو اللي فات يعني انكم تسألوا زورد، بس طبعا كل الاسئلة جات لمحمد اللي هو انا، بس كان في شوية اسئلة ينفع تتسأل لزورد. فيلا نبتدي الفيديو. جاهز يا زورد؟ تخلص يا عم الزفت. خلاص يا عم، ده كان سؤال بريء. هنبتدي اهو. رحت صيفتي السنة دي؟ لا يعني اصل العيلة كانت مشغولة السنة دي وصحابي برضه. يعني مش عشان كرشنا كبر مثلا يعني؟ هو بقى كرش ثلاثي الصراحة يعني. جيت اعمل سيكس باكس عملتها بالمحشي وبط ووز وبيتزا وجوسي برجرز. ندمان؟ سرعت سريع ولا ايه؟ لا بس بنقول اللي احنا تخيلنا شوية السنة دي. لو سمحت اسمها لاز لازنا. لسه فيه هنقلص وهنبقلص وبعدين في احايل. ماشي؟ لاز لازنا بالطرق. ايوه هو ده الكلام، احنا لزلزنا فعلا. ايوه طح يا لزلزك. ايوه كده بقى، هي دي الروح اللي احنا عاوزينها، لزلزنا. بس احنا فشلنا فشلنا وباص هاوي. اخيرا عرفتوا حقيقتكم. كيف يستطيع الانسان الدراسة خلال النوم؟ لا سهلة جدا، خليها بس تغمض عينيها وهيجي لها كوابيس على طول انها ملحقتش تخلص التعبير في العربي وبتسقط، وهتقوم مصدقة الحلم، مع اني والله العظيم في جامعة وفي هندسة ومش عارف ايه امتحان العربي اللي بيجيلي وبصعد في النحو ده والتعبير، مش فاهم انا ايه ده. انها الحقيقة. عندك كام كراش يا زقلب بيشا؟ يا عم كراش ايه، وجع دماغي ايه؟ ما تسيبنا بقى للكلية بتاعتنا والمذاكرة بتاعتنا. على فكرة انت بتقول كده عشان تداري على فشلنا، لكن احنا كل ما نكراش على بنت ما شاء الله نلاقيها بتروح للسرسجية بس، وبتعامل كل الناس حلو الا احنا. يابا اللي ما شفناش ما يلزمناش. يا عم اتنايل، يعني انت كده سرساجي يعني؟ يا عم بقى ولا سرساجي بلا بتاع، احنا كده واللي عاوزنا يتفضل. يلا السؤال اللي بعده. هنفرح بيك امتى؟ ولا حنكش هو سبونج بوب جاي ولا لسه؟ لا شويه كده وهتيجي على ام سي 3. احلى عالم يا زعروتي. احنا مش هنشوفه خالص. هو ايه ده؟ حاجه اسمها الارتباط كده. شوف بقى السؤال ده بيقول لك بقى ايه، معظم الكومنتات عندك بنات اصلا وبكلهم بيكراش عليك، وبعدين انت تيجي تقول ان مفيش حد راضي يبص لها، امال احنا نعمل ايه يا جاحد؟ يا حبيبي في ايه؟ يا بابا ما خمسه وخميس وسنين، احنا مش فاتحين الصفحه دي عشان نتكلم بنات ولا نعمل اي حاجه، احنا بنعمل فيديوهات بس عشان فور فان بس مش اكتر، قايلين كذا مره اللي احنا مش هنرتبط من على النت. ماشي دي جبت لنا الكلام يا عم. عرفت بقى؟ بس غريب، زقلط اتزقلط كام مره؟ انا اتزقلط؟ انا اللي بزقلط الكل، لكن محدش يزقلطني. انت لو ما بتعملش حاجات غلط انا ما كنتش زقلطتك. عيل عبيط. كيف بدا زقلط؟ من زقلط ده انا زقلط. زقلط يا جدعان احفظه فيه ايه؟ انا بدات من قبل ما انت تبتدي عشان الحاك من اي غلط هتعمله، وبرضه بتعمله عشان انت هبل. مين مثلك الاعلى في النكبه؟ الاكس طبعا، هي محتاجه سؤال. انت مش فاكر من المدرس كان بيقول لها احنا هنروح الجنه ان شاء الله وهنبقى كلنا سعداء؟ فاكر؟ امال فاكر؟ دخلتنا قاعدين وراحت قايله له ايه ده، هو الواحد كده هيخش الجنه ويفضل مبسوط على طول كده؟ ده ايه الملل ده، لازم يبقى كده في نكد وخناق وكده عشان يعني الواحد ما يملش. ده احنا فلتنا على كده. والله مسيها بخير. تعرف تطبخ؟ لا بعرف اتلسع بس. لا بس بنعرف نختار الاكل. ما تكدبش. لا ما اقدرش انكر الحاجه الوحيده اللي انت فالح فيها الصراحه. ايوه انا بختار الجروب بتاعي كله هياكل ايه وبيعترض. نبقى نعمل فيديو عن الموضوع ده. فكرنا انت ليه جميل؟ انا ليه جميل؟ طب انت عارف القرد في عينهم غزال؟ اه ماما بقى بتقول لنا تعدلوا بقى شكلكم زي الزفت. شكرا يا ماما حبيبتي. ميرسي. اكتر مكان نفسك تروحه وتفضل فيه لوحدك؟ اوضتي على سريري، ملناش غيرها اصلا. دراسه اجازه مقضينا فيها. ايه تفسيرك للديجافو؟ ماليش تفسير غير انها بتخليني اشوف ناس كان عارفها قبل كده وانا ما اعرفش الاشكال العكره دي. عذرا للناس اللي نعرفها حتى لو اللي بيقولوا حقيقه. لو كنت بنت كنت هتفكر في ايه؟ لا 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 بص انا عارف البصه اللي على وشك دي. يا عم انا هقول الصراحه بس يا عم. بص هي الدنيا خربانه لوحدها، هتشيل الفيديو من على اليوتيوب بقلت ادبك دي. بص احترم نفسك كده واديني اجابه محترمه لو سمحت. طب خلاص انا لو بنت ما كنتش هتدخل ما بين صاحبتي وحبيبها واخرب ما بينهم. انا احترم الراي ده، عارف لو كنت بنت كنت احترمتك. شكرا بقى، ممكن انهي الحلقه؟ وانا جاي انهيها معاك. لا مش هينفع. ولا انا عايز انهيها معاك يلا. يا عم تاخد الامور بالراحه. في ايه؟ انا مش هعرف اعملها في الايديت، ما عنديش البرنامج اللي يعملها. خلاص اقنعتني. وبس كده، لو عايزين بقى تشوفوا زقلط وهنجش تاني في فيديوهات اكتر فما تنسوش بقى توصلوا الفيديو ده ل 15,000 لايك او اكتر، يعني لو عايزين توصلوا ل 20 ولا 30 انا مش همانع يعني. وما تنسوش تعملوا شير كتير للفيديو ده في كل حته، ولو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب. وبس معاكم محمد احمد، سلام.